أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الشبكة القومية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في استقرار سوق المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمنطقة التبين التابعة لشركة أنابيب البترول، والتي تمثل حلقة الوصل بين مناطق الوجه البحري والقاهرة والسويس وجنوب مصر. وقد وجه الملا بالإسراع بمشروعات تحديث وتطوير وزيادة أطوالها وفق أحدث النظم التقنية والفنية عالميا لمواكبة رؤية مصر لعام 2030 ومواجهة الزيادة المضطردة في الاستهلاك المحلي ومواكبة المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. شركة أنابيب البترول هي شرايين قطاع البترول الحقيقة، لأن هي عبارة عن خطوط أنابيب بتمتد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، والحقيقة أن هي كمان بتربط مناطق الإنتاج سواء كانت حقول منتجة للزيت الخام أو مناطق لإنتاج معامل تكرير البترول أو مواني الاستيراد اللي بتتم من خلال مواني سواء في البحر الأبيض أو البحر المتوسط. فأنا عايز أقوله أن هي بتنقل المنتجات أو الزيت الخام من هذه الأماكن وبتدفعها إلى وبتسلمها إلى أماكن التوزيع، التوزيع اللي هي الأسواق المستهلكة في كل محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا وفي كل مراكزها، وبالتالي هي فعلا الشرايين. بدون شركة أنابيب البترول مش ممكن المواطن يوصله المنتج. فطبعا احنا الحقيقة بنبقى سعداء ان احنا بنقدر نروح نزور المواقع المختلفة والمراكز الرئيسية لشركة أنابيب البترول، لان شركة أنابيب البترول لها مواقع استراتيجية بتبقى مراكز محورية بحيث تلتقي الخطوط وبيتم إعادة توزيع المنتجات ودفعها إلى مناطق أخرى وهكذا. فإحنا هنا في منطقة التبين في جنوب القاهرة، وإحنا هنا حيث توجد مستودعات كبيرة جدا هنا لتخزين وتدفيع إعادة تدفيع المنتج سواء كان مازوت أو كان بنزين أو كان سولار. والحقيقة إن إحنا هنا المكان أهميته إن هو منطقة التبين دي بيربط مناطق زي القاهرة بشمال الصعيد، وبيربط القاهرة أيضا بمنطقة مستورد، وبيربطها بمنطقة السويس والعين السخنة، وكذلك بمحافظة الفيوم. الحقيقة إن هي يعني نقدر نقول إنه موقع استراتيجي، شغل بيشتغل شركة أنابيب البترول 24 ساعة لتوصيل المنتجات لكل هذه المحافظات، كل هذه الأماكن. وبالتالي احنا النهارده برضو من ضمن المتابعات في اضافات في الاعمال اللي بتتم هنا من امكانيات لهذه الشركه، اذا كان في طرمبات لزياده تدفيع وقوه الدفع الاكبر، بحيث ان يبقى عندك في نفس الوقت اللي بيدفع فيه منتج بيدفع منتج اخر، سواء كان بيدفع منتج في الشمال والتاني بيدفع في الجنوب، بحيث انت عندك امكانيات على مدار الساعة. في نفس الوقت بنشوف خطط التوسعية وإيه الإمكانيات اللي محتاجينها الشركة علشان خاطر التوسع في وضع صهريج أو مستودعات يعني لتخزين المنتجات أو زيادة احتياجات الخطوط سواء في الساعات بتاعتها أو في أطوالها. والحقيقة كل ده برضو بنتكلم علشان حاجتين، يعني لازم نكون باصين على خطة الدولة واستراتيجيتها 2030، فلازم نكون شايفين زيادة الاستهلاك السنوية، وبالتالي لازم يتواكب معها زيادة في إمكانيات الشرايين أو خطوط الأنابيب اللي بتربط هذه الشبكات، ولا سيما في الأماكن الجديدة. ده من ناحية. والموضوع الثاني أيضا وهو المهم هو التأكيد على وضع مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية والغاز. ومن ضمن هذا التداول أن أنت لازم يكون عندك شبكة من خطوط الأنابيب، شبكة قوية وموجودة في كل أنحاء الجمهورية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. ولتأكيد هذه الرؤية وكذلك الخطة الخاصة بالمركز التحويل، المركز الإقليمي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول المنتجات، يجب أن يكون في بصفة مستمرة تطوير وتوسيع وتحديث لشركة أنابيب البترول. وإحنا شايفين أن إحنا ماشيين على هذا النهج، والخطة الحمد لله بيتم تنفيذها، والشركة الحقيقة فيها شباب ورجال فنيين ومهندسين مخلصين، ويعني الحقيقة الواحد فخور بهذه الشركة الوطنية اللي رجالها يعملون في صمت
وبيأدون أدوار مهمة جدا محتاجها المواطن والصناعة والكهرباء وغيره من كافة أنحاء وكافة مناحي الحياة الاقتصادية في البلد.